صراحة أنا متشوق لأستمع لصديقي اللي أنا دايما بتعلم منه ودايما بيجي لك ما بيقولش، لكن المرة دي إن شاء الله بإذن الله هدبسه ويقول الدكتور حسن خليل. السلام عليكم. أنا دايما بحب أجي أستمع بصراحة، لأن أنا يعني كنت الأول ما بحبش العامية، أنا كنت بفتكر إن العامية دي مجرد كلام، ولكن طبعا بعد كده العامية دي أصلا صعب إن الواحد يكتب بيها، يعني صعب جدا جدا، وناس محترفين طبعا، صديقي الشاعر كله قال معلش إن المرة دي بقى كله بيتكلم عن الغنم وبتاع، فعوض اختار حاجة قال لي أقولها عن الفرحة. الله الله الله، ده من كتاب أنا مؤلف وروائي، معايا دكتوراه في علوم الحديث الشريف، ليا أكثر من 12 مؤلف، بكتب في حاجات كتيرة، فالكتاب ده اسمه الحب يا صغيرة، وبقول فيه عن يعني بشرح الحب لبنت صغيرة، وبعدين بقول لها إن أنا بحبك في كل أسماء البنات بقى، فمن ضمن الأسماء اللي اختارها هو فرحة. فاحنا بنتكلم عن فرحة حاجة بسيطة. أحببتك لأنك فرحة تسعد القلوب حين تلاقيها، أينما تكون تحل الروح بواديها، ياه لرقتها وبسمتها تحسبها تسكب النور من فيها، وآه لخطوتها ووقفتها، وآه ثم آه إن رمقتك ناقيها. لو وصف الجمال أكمل ما بلغ أقل ما فيه، فهي ربة للجمال وهو لها عد طائع، وقت ما تناديه يأتيه. أحببتك لأنك فرح لا تساويها فرحة ولا حتى تدانيها. نقطة مية في الصحراء دي حاجة.